Berkati Nabi Muhammadin اللهم يا شافي العناء والأمراض صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة وبجاهه وبجاه آل بيته اشفي أمنا حجب سوسا من كل مرض وألم إلا برحمتك رحم الراحمين واسبها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ونزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه الدار دار التقوى ودار النور ودار البركة ودار العافية ودار السعادة ودار السكينة واحفظها واحفظ ساكنيها من شر كل ذي بغي وذي ظلم وذي حسد ومن شر كل ذي شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sehat doain kami biar jadi orang benar Maya biar jadi orang benar doain semuanya nih biar pada sehat barakah hidupnya semuanya kaminya kami Semoga Allah menjadikan hidupnya Allah menjadikan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya. Dan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan menjadi sebab terasa dalam hidupnya, dan menjadi sebab kita semua dapat keberkahan dari ilmunya di dunia, dunia dan akhirat. Amin. 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 Amin.